بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الباب السابع من كتاب الصوم. باب: متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب؟ الصيام مر بثلاث مراحل، في فرضية الصيام مر بثلاث مراحل عند المسلمين. المرحلة الأولى قبل نزول فرضية شهر رمضان، كانوا بيصوموا في مكة. فرضية صيام شهر رمضان دي نزل مع سورة البقرة. سورة البقرة نزلت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. طب قبل كده ما كانوا بيصوموا؟ كانوا بيصوموا ايه؟ كانوا بيصوموا 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء على سبيل الفرض المخير، مش الحتمي، فهمت؟ على سبيل الفرض المخير. فكانوا يصوموا 3 أيام من كل شهر ويصوموا يوم عاشوراء مرة في السنة، هي دي الصيام المفروض وعلى سبيل التخيير وليس الحتم، لأن قال فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية، تخييره، وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني لو انت تجد صعوبة في الصيام ما يجراش حاجة، افطر واطعم المسكين، يبقى على سبيل ايه؟ التخيير. بعد كده لما ايه نزلت آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصار الفرض هو شهر رمضان، وعاشوراء 3 أيام من كل شهر سنة، بعد ما كانوا فرض بقوا سنة، كويس. وبقى فرضية رمضان ليست على سبيل التخيير، لأن قال إيه؟ فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، مالش وعلى الذين يتقونها بقى، يبقى مبقاش فيها التخيير، يا إما معذور يا إما هتصوم، والمعذور عليه القضاء أو إيه؟ الفدية، كويس. وكان الصيام أول ما فرض في رمضان في المدينة إن الواحد لو نام قبل المغرب ودا عليه المغرب وصحي بعد المغرب مادا ما ياكلش، ممنوع، يربط لحد تاني يوم، فهمت؟ يعني لازم يبقى قاعد متيقظ لحد ما المغرب يدا ياكل. لو جاء عليه المغرب وكان نايم وقالوا له قوم يقوم، يبقى مش هياكل، فهمت؟ ده في الاول كان كده. فايه وجدوا الصحابة صعوبة عليهم، فنزلت بعد كده الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم إن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لحد ما قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، اللي هو الصيام اللي احنا بنصومه بقى، إن أنت تاكل وتشرب من المغرب لحد أذان الفجر، ولك أيضا تقرب زوجتك. كان زمان ممنوع قربان الزوجة كمان في الصيام طول الشهر، طالما صمت خلاص، فهمت؟ او لو نمت، لو عايز تقرب زوجتك بعد ما يدن المغرب تبقى متيقظ تاكل وتقرب زوجتك، لكن لو نمت شويه وقمت خلاص ربطت لتاني يوم، فهمت؟ فهنقرا هنا بقى ايه المراحل بتاعه الصوم دي في هذا الحديث.
بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الدارمي في سننه الحديث 35 بعد 700 والألف، قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يربط لإيه؟ باليوم اللي بعده. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال عندك طعام؟ قيس بن صرمة طول النهار بره بيشتغل، مراته متصورة انه هيجيب معاه فطار وهو جاي، اتاري ما جابش فطار، وفاهم ان مراته بتوضب له حاجة. وصل قرب المغرب قالت له ده انت ما جبتش حاجة معاك؟ طب ده انا دقيقة واحدة هجيب لك حاجة عشان تفطر. خرجت علشان تجيب له حاجة يفطر، رجعت لقيته نايم، يبقى مش هياكل. فهمت بقى ازاي؟ فقال عندك طعام؟ فقالت لا، ولكن انطلق فاطلب لك. وكان يومه يعمل طول اليوم، فغلبته عينه وهو منتظرها، راح في النوم من التعب. وجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني خيبك الله مش هتاكل يعني، شافته نايم. قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، يعني اغموا عليه بقى لانه اشتغل طول اليوم وما كلش وصام اليوم اللي بعده. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني كان ينام وفي الآخر يقول أنا ما نمتش أنا كنت صاحي عشان إيه يأكل، هذه تختانون أنفسكم، واخد بالك؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني إذا تم الاعتكاف اللي ينقض الاعتكاف جماع الزوجة، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طب هو يعني جماعة؟ لا، لأنه كان زمان ما كانش في ميضة في المسجد، فكان المعتكف لما بيجي يغير هدومه أو بيعدي على بيته، فممكن هو معدي على بيته بالليل يجمع زوجته، كان ممنوع طالما أنت معتكف ممنوع. فهمت بقى إزاي؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ففرحوا بها فرحا شديدا فأكلوا وشربوا حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود اللي هو إيه؟ أذان الفجر يعني. وعن أبي قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله لقد جعلت تحت وسادتي خيطا أبيض وخيطا أسود، ولما نزلت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فافتكر إن هو إيه؟ خيط حقيقي، فجاب عقال أسود وعقال أبيض حطهم على مخدته وإيه؟ وقعد ياكل لحد ما يتبين اللونين، يعني النهار حشاشة. فما تبين لي شيء، قال إنك لعريض الوساد، وفي رواية لعريض القفا. ليه؟ لأن المفروض يبقى إيه؟ الخيط الأبيض والفجر دي في السماء مش في الوسادة بتاعتك، فلو كان السماء دي كلها والأفق ده هيبقى وسادتك يبقى أنت قفاك هيبقى عريض أوي. إنك لعريض الوساد وإنما ذلك الليل من النهار، في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. باب ما يستحب من تأخير السحور.
وعنوا به قال زي ما بنعمل احنا معاكم، نأخر السحور خالص. دي مستحبة، انك انت تخلي السحور بتاعك وبعدين ايه تخلصه، يبقى باقي كده قدر 50 آية بالكتير، اللي هو التسبت بقى، يعني مثلا 10 دقايق كده. اللي احنا بيعملوها دلوقتي في اذاعه القران الكريم ايه؟ مدفع الامساك، يعني الاستعداد، يعني انك انت خلاص بقى تدعك سنانك تتمضمض، مش عشان ما تجيش للشيخ تقول له ده قال الله اكبر وكانت هنا، انت لازم يعني في اخر لحظه، هو انت ايه بيزغطوك بطه؟ فاهم؟ لازم تعمل لنفسك فرصه شويه كده، عشان ايه ما تحرجش نفسك يعني، فاهم؟ باب ما يستحب من تاخير السحور. وعنه به قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم قام الى الصلاه، يعني كان بين السحور وبين الايه يعني ما فيش وقت حتى يروح يتوضوا. قال قلت كم كان بين الاذان وبين السحور؟ قال قدر قراءه 50 آية. 50 آية يعني كانك قريت مثلا نقول سوره القلم، واخد بالك، او سوره فيها 50 آية يعني من الايات المتوسطه كده، زي سوره تبارك وشويه كده من ايه من سوره القلم، يعني نقول حاجه بتاع 10 دقائق كده. باب في فضل السحور. وعن ابي قال اخبرنا سعيد بن عامر عن شعبه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بركة السحور إن يعينك على إنك تصوم في اليوم دون أن تتعب وتؤدي ما المطلوب منك من أعمال. آدي بركة السحور. وعن أبي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال كان عمرو بن العاص يأمرنا أن نصنع له الطعام يتسحر به فلا يصيب منه كثيرا، يعملوا له الاكل بقى اكل كتير وبعدين ياخد بقه وخلاص، يعني موضب لك ده كله في الاخر تاكل بقه صغير كده. فقلنا تامرنا به ولا تصيب منه كثيرا؟ قال اني لا امركم به اني اشتهيه، يعني انا ببقى شبعان ساعات بس انا باخده بركه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أكلة السحر. باب من لم يجمع الصيام من الليل، يعني اللي لازم ايه تنوي قبل الفجر انك هتصوم اليوم اللي بعده على سبيل الفريضة، انما صيام السنة يجوز النية بعد الفجر مش مشكلة، لكن الفريضة لابد ان تعزم في قلبك انك ناوي تصوم بين الفجر بين المغرب والفجر، اي لحظة بين المغرب والفجر تنوي انك هتصوم اليوم اللي بعده، ده اسمه ايه؟ تبييت النية. كل يوم يا مولانا؟ كل يوم يا مولانا عند الشافعية وكذا عند المالكية وكذا عند الحنابلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، بدليل لو فسد يوم ما بتقض ما ايه ما بيفسدش الأيام السابقة. عارف لو هي لو النية تكفي من أول الشهر لكل الشهر يبقى معناه ايه؟ لو فسد يوم في النص تفسد كل الايام اللي فاتت، زي ما النية كده في 4 ركعات الظهر بتنسحب على 4 ركعات، فلو فسدت ركعة في 4 ركعات تفسد كل الركعات، تعيدها من اول وجديد، لكن ما حدش قال كده. لما بيفسد يوم قال لك عيد اليوم بس، دل على ان كل يوم عبادة مستقلة، يبقى كل يوم نية مستقلة. ردا على الاحناف، الاحناف قالوا ايه؟ تكفي نية الشهر كله بنية واحدة، لكن طبعا الشافعية والجمهور ايه عملوا مناقشات مع الاحناف كثيرة، لكن برضو الاحناف مصممين على رأيهم، واخد بالك؟ يعني مصلحة ليه بقى؟ اليوم اللي انت تنسى فيه النية يبقى صيامك صحيح على مذهب الاحناف، عدي، ورضي الله عن الامام ابو حنيفة، واخد بالك؟ لكن الافضل خروجا من الخلاف انك انت تنوي في اول الشهر صيام الشهر كله، ثم تنوي كل يوم بنية مستقلة. واضح؟ ده إذا كان صيام فريضة بس، لصيام الفريضة، إيه صيام الفريضة؟ اللي هو صيام رمضان أو قضاء رمضان أو النذر أو صيام الحنس في اليمين أو صيام
ايه؟ فعل، فعل محظور من محظورات الاحرام، دي اسمها صيام فرائض. كل دي يجب فيها ايه؟ يجب فيها او اي كفاره بقى، صيام كفارات، فهمت؟ زي كفاره الزهار وغيره، كل ده يجب فيه تبييت ايه؟ تبييت النيه، او صيام شهرين متتابعين لقتل الخطا، ده صيام فريضه يجب فيه. كل دي انواع صيام الفريضه يعني. وعنه به قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث بن سعد عن يحيى بن ايوب عن عبد الله بن ابي بكر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن حفصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال عبد الله: في فرض الواجب اقول به، يعني في الفرض بس الواجب، فلا صيام له. الاحناف قالوا فلا صيام له يعني ايه؟ كامل، لكنه لا ينفي الكمال ولا ينفي الصحه. والشافعيه والحنابله والحنابله والمالكيه الجمهور يعني قال لا، ده نفي صحه، فلا صيام له صحيح، فهمت؟ باب في تعجيل الافطار، يعني تعجل الافطار حتى قبل الصلاه، فهمت ازاي؟ اول ما تسمع الاذان تاكل حاجه ولو شربت ماء. طب افرض ما فيش، انوي الافطار وصلي، مجرد نويت الافطار كانك فطرت، واضح؟ باب في تعجيل الافطار. وعن ابي قال اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ليه؟ لان طول ما انت ماشي مع سنه النبي تبقى بخير، انما هتحاول بقى ايه؟ تتعمق وتشد على نفسك وتعمل مش عارف ايه، لا والصلاه اولى. يا واد يا شجيع انت، لا يا عم، كل اولى، كل اولى، انت عبد وفقير، واظهر فقرك لمولاك، تتقرب الى الله بفقرك وبحاجتك. لكن اللي استغنى ده، اللي ما بياكلش ده مستغني، دي صفات ربوبيه. انت بايه؟ بتبقى رب ولا عبد؟ العبد فقير، الرسول اكل كما ياكل العبد، اشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم. لكن في ناس يقول لك لا، انا ممكن اصوم 3 ايام ما يهمنيش. يا شجيع السيما انت بقى، ما ينفعش الطريقه دي، واخد بالك؟ طول ما انت مفتقر لمولاك ومبين لمولاك احتياجك، طول ما انت تبقى قريب من مولاك، انما اول ما تستغنى تطغى، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبي عن عاصم بن عمر عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. يعني إيه؟ جاء وقت الإفطار يعني. باب، يعني مش شرط افرض في بلد ما فيهاش أذان تفطر لما الشمس تغيب تغرب، هتقعد في بلد ما فيهاش اذان لما ياذنوا، ان شاء الله مش هتلاقي اذان، يا مش هتاكل بقى. يعني تستنى لما الشمس تغرب تفطر خلاص. يبقى العبره بغروب الشمس مش ايه؟ بسماع الاذان يعني. هو الوقت لما بيأذن يقول الله اكبر، همزه الله دي ما بيقولهاش الا لو الشمس غربت. يبقى نقول الله افطر. اسأل يا سيدي المضيفة في الطيارة، قول لها الشمس غربت ولا لأ؟ هي هتقول لك كويس بس وخلاص. يعني ما تعتمدش على ايه؟ على عينك انت، هم بيبقى عندهم خطوط عرض وخطوط بتاع وهتحسبها لك، فهمت؟ باب ما يستحب الإفطار عليه. تفطر على ايه؟ كل الناس عارف، يا تمر يا مية يا حاجة مسكرة، حاجة سهلة يعني خالص. وعنه به قال أخبرنا أبو النعمان قال حد المدخنين بيفطر عليه على السيجارة. حاجة غريبة والله العظيم. أنا كنت أعرف واحد دكتور صديقي، كنا في النبطشية، مسكين هو كان يعني مدمن تدخين، يبقى قاعد كده بالسيجارة ومستني مدفع الإفطار، أقول يروح يا ابني افطر حاجة، يقول لي دماغي هتنفجر.
فده ما ينفعش، الطريقه دي ما ينفعش. اوعى تأسر نفسك بعاده خبيثه زي عاده التدخين، اوعى، اطلع منها بسرعه يعني. حتى لو انت مثلا اتجريت ليها بطلها بسرعه عشان ما تبقاش اسير ليها. باب ما يستحب الافطار عليه. كنت مره بقول له يستحب الافطار، قال لي لا انا عندي بقى يستحب الافطار على الدخان. هتقول له ايه؟ طيب تسكت، مسكين. وعن ابي قال اخبرنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن حفصه عن الرباب الضبيه عن عمها سلمان بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليفطر على ماء، فان الماء طهور. وعلماء التغذيه بيقول لك ان التمر ده غذاء بيصل للمخ بسرعه، واخد بالك، فبيحتاجه ايه يعني يعمل نوع من النشاط السريع الذهني. يقولوا لي يقولوا احنا والله ما حتى لو ما بيوصلش الحته النبي عملها هناخدها، احنا بناشين ورا سنه النبي حتى لو ما عرفناش فيها حكمه، فهمت؟ لكن في ناس بقى لازم يجيب لك يعني حاجه كده علشان ايه يأيد لك يعني السنه عند الناس اللي هي بتعبوا للحكمه، لكن المفروض تكون انت بتعبوا للحكيم مش بتعبوا للحكمه، فهمت بقى؟ اعبد الحكيم سبحانه، واياك تدور على حكمه كل حاجه، لا شوف النبي بيعمل ايه واعملها حتى لو مش عارف الحكمه، فهمت بقى؟ والا تبقى عبد الحكمه مش عبد الحكيم. وعن ابي قال باب الفضل لمن فطر صائما. يا بخت بقى اللي يفطر صائم ولو على شربه ماء حتى، ولو حتى عارف انت تناول له الكوبايه، يعني تقعد انت عند الكولمان وتقعد تعبي كده وتدي لده واحد وده واحد وده واحد، مع ان الكولمان ده انت اللي حطيت فيه ميه ولا انت اللي وضبته ولا دفعت فيه مليم، لكن مجرد انك ناولت ربنا كرم واسع كانك انت فطرته، فربنا كرم واسع. بس رايح عند مولانا عند معزوم وهو ماشي كده خد شربه ميه من الناس، هل الناس اللي هو المعزوم عندهم دول ما لهمش اكل؟ لا، هم دول هياخدوا ثواب واللي هناك هياخدوا ثواب، لان انت اصلا شربت الميه دي ما شبعتكش. انت اصلا ما بتشبعش الا لما تاكل الحله كلها. يبقى كله كل اللي ادالك حاجه لحد ما ملى هذه المعده اللي بتشبع يبقى فطرك. فما تقلقش يعني. ربنا ايه رحمته واسعه. اصل احنا ساعات نتعامل مع ربنا على انه ضيق، ربنا واسع. بنتعامل مع ربنا على انه بخيل، ربنا كريم. ربنا واسع وكريم وغني. مش هيقول لك لا انا حدي الثواب للي ادالك اول قطره بس، التانيين دول ما لهمش ثواب عندي. انت عايز تخلي ربنا بخيل يا اخي؟ حاجه عيب كده. ما تضيقش، ربك خليك عبد الواسع. ده حتى اللي هيقدم لك الكنافة بعد ما تكونش بعت خالص، واخد بالك، والشاي ومش عارف ايه، ما انت قاعد تفاصل، ده انت هتقعد نص ساعة تاكل، اللي قاعد يساعدك في النص ساعة دي ويزغطك كل دول واخدين ثواب، فهمت بقى ازاي؟ لحد ما تقول لهم كده كفاية شبعت الحمد لله يوقف الثواب، فهمت بقى؟ وعن أبي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم. في رواية تانية قالوا يا رسول الله ليس عندنا، ليس كلنا يملك إفطار صائم. قال تأخذ ثواب ولو أعطيته شربة ماء أو مزقة لبن أو شطر تمرة. يبقى النبي بيوسع عنا ثواب، يعني مش شرط تعمل له وجبه كبيره يعني. يعني علشان الكل يدخل في الايه؟ في الفضل. الفقير والغني كله يدخل. باب النهي عن الوصال في الصوم غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.